الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونقسم بك عليك، أنت وسيلتنا دليلنا إليك. إلهي مددنا أيدينا إليك، ووجهنا وجهنا إليك، وألجأنا ظهرنا إليك، وفوضنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فارحمنا الجلال والإكرام، فهذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وفقرنا وذلنا ظاهر بين يديك. يا كريم الإحسان، يا كريم الإحسان، يا باسط اليدين بالعطايا، يا فأنت الله أحسن الخلق.
المصير واجعل لنا في شفاعة نبيك نصير واجعل لنا في جنتك نصير واجعل لنا في لذة النظر إلى وجهك الكريم نصير يا من يدعوك لا يخيب توسلنا إليك بالقبيل صادقا